للتمارين باش نعملوها باش نفسروا للعبيد رانا قاعدين نزفروا في ظروف غير طبيعيه. الضغوطات موجوده، حتى حكم يقول ما فماش ضغوطات تمارست على الضغوطات. الضغوطات انا نبداها بالمسؤولين قبل، المسؤول نتاعك هو المسؤول نتاعك بصفه معناتها مباشره ولا غير مباشره هو اللي هو يرمي عليك الضغوط قبل كل شيء. كي تبدا تزفر النجم الرياضي الساحلي تعرف شكون المسيرين اللي في النجم الرياضي الساحلي، اللي نسيب الرئيس المخلوع اللي فلان مليكه في المستير، يعني ناس معروفين هذم يضغطوا على الحكم بطريقه غير مباشره. كنت حاجه مقدمه على قلبي وعمري ما تكلمت، لاني نعرف اللي حتى كنت تكلمت انا في زدناك العصا، فما تليفونات تجيني تقول لي تعمل ماتش فلاني كان كاش تلقى روحك نقله تاديبيه. شكون؟ صراحه 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 عليك. كيما قلت احنا في هذه الثوره نحن معناها لي زونسيان بريزيدون كيما نتاع الكلوب افريكا اللي هو كيما عماد وحسام وكل، فهمت هذوما، يقول لك اخويا عندك كلوب افريكا ما كاينش تلقى روحك نقله تاديبيه. انا شخصيا خدمت مع 10 رؤساء بليجان، فهمتني، فيهم 6 تبدلوا والسيد هذا عضو بيرمانون في اللجنه. السيد هذا كل رئيس لجنه يجي يخدم هو مفروض عليه ويقبل رشيد بن خديجه قبل ما يعمل اي حاجه وما يقبل اي عضو اخر. السيد هذا كان معلم، معلم عنده بروجي توا يسوى مليار و450 مليون في القنطاوي، اسالوه من اين لك هذا؟ ثم ناس ونسمي جافي سيتي دينا كيما نصر كريم الله يهديه، مشيت له برشا مرات للبيرو يقول لي علي انت ماكش جاي تخدم في الاربيتراج، انت جاي تخدم لفلان وفلتان. العروس المنصري الذي هو الان في قطر، هذا الحكم السابق الدولي تنجموا تسالوا كيفاش وصل للانترناسيونال، لانه يجي في المقام خال للوزير السابق اللي هو الزواري، دونك دخلت السياسه في الرياض. حتى علي بن ناصر عنده سلبياته وعنده ايجابياته، لانه جاء في نهار لا محاله باش نقولها، ما يسالش نقولها ولا هاتي، فهمت، جاء في نهار اللي يلزم ثم ناس محا يطلع ولده. الوضع التحكيمي اكيد مزري، الوضع التحكيمي اكيد فيه برشا مشاكل، الوضع التحكيمي لا يريح، هذا امر مؤكد، فيه العديد من النقائص، هذا امر مؤكد. يعيشكم يعيشكم، انا نقولها رئيس لا للمحسوبيه ولا للتدخلات، سيلوبلي اعطي لي كل حق من حقه وتشوف يا ربي في الوجود، تشوف ناس اعلى السلطه خرجت لا شيء وعادين بعد برقيه جلب.